تاريخك منعرفه، وصلت عب عبدة أول مرة دمرت البلد وهربت، ولا ترجع عب عبدة تاني مرة عطلت البلد سنين وإيام، صرت رئيس وفلتت جامعتك وحولت البلد ركام. وين سيادتنا وكرامتنا؟ وين الأربعين مليار دولار وكهربتنا؟ جريمة المرفأ بتقضي على أكبر رئيس، بس أنت مش رئيس لأنك ما حافظت على البلد. طالعين عب عبدة من كل لبنان ب 12 أيلول لنقلك فيلم.